إذا كانت الحكومة جادة بتطبيق هذا البرنامج، وهذا أساساً أقل ما تقدمه للشعب الكويتي وأهل الكويت، أولاً يجب اختيار الإدارة القادرة على إدارة هذا البرنامج وإنجازه بالشكل الصحيح. ثانياً اختيار الكفاءات الوطنية لإنجاز هذا البرنامج، وما في عذر للحكومة. البلد مليانة من شابات وشباب الكويت اللي عندهم القدرة على العطاء والكفاءة العالية لإنجاز هذا البرنامج من الكفاءات الوطنية من الكويتيين والكويتيات القادرين على العطاء ولديهم الخبرات والكفاءة وأصحاب شهادات عليا لإنجاز هذا البرنامج. وفي الختام، فشل الحكومات السابقة بسبب سوء اختيار بعض القياديين الفاسدين اللي عطلت التنمية وأهدرت المال العام، واللي يجب على الحكومة والمجلس عدم السماح بتكراره.